كابتن هاني رمزي اهلا بيك معانا في الجول. انا احنا عايزين نسالك الاول عن تجربتك مع تصفيات كاس العالم اللي احنا مقبلين عليها. تنصح ايه لعيبه مصر في المباراه؟ لا طبعا إيه؟ يمكن مباراه مهمه جدا يعني دلوقتي، يعني انصح مصر بشكل اساسي انه عدم الاستثار بالخصم او باسم الخصم. يعني يمكن على المستوى الشخصي يمكن احنا خرجنا كتير جدا من تصفيات كاس العالم، التصفيات المؤهله كاس العالم من خلال ناميبيا، من خلال ليبيريا، فاعتقد استوعبنا الدرس جيد جدا وعرفنا ان هذه الفرق مهما كان اسمها هي هذه المباراه هي مفتاح الوصول لنهائي كاس العالم. بدايه ان شاء الله تكون بدايه قويه، والرساله تكون ان شاء الله واصله لفرق المجموعه ان مصر ان شاء الله مؤهله للوصول لكاس العالم. وحضرتك شايف فرصنا ايه عامه في تصفيات؟ لا فرصنا اعتقد ان فرصنا جيده جدا من خلال الثقه، من خلال وجود اللعيبه المحترفين بشكل جيد جدا، من خلال فوزنا ببطولتين 2006 و2008. خلاص احترام اسم مصر بقى كبير جدا، واعتقد ده بينعكس بالايجاب على ثقه اللاعبين وثقه الجهاز الفني وثقه الجمهور. وجودنا في مجموعه تضم زامبيا والجزائر ورواندا اعتقد احنا الافضل من جميع الوجوه، ولكن الافضل مش من خلال الميكروفون، ولكن الافضل ان شاء الله يكون من خلال الملعب ومن خلال النتائج. طيب وبالنسبه لاستعدادات منتخب الشباب لكاس العالم 2019؟ يعني استعداداتنا على قدم وساق زي ما بيقول. احنا يمكن عندنا مباراه بكره مع فريق التشيكي، وعندنا مباراه اخرى مع كوريا الجنوبيه. احنا من خلال الجدول اللي حاطينه بنحاول نوصل للولاد لاكبر عدد من المباريات الدوليه القويه من خلال المشاركات. يمكن فريق اسبانيا جاي، وفريق اسبانيا من احد الانديه القويه جدا او المنتخبات القويه جدا في اوروبا، جايين ان شاء الله الشهر الجاي، مسافرين فرنسا، هنلاعب ايطاليا. يعني بنعمل زي ما قلت، يمكن يعني عندنا جيل الحمد لله جيل جيد جدا، ولكن ينقصه الخبره الدوليه، وده اللي هنعوضه الفتره اللي جايه ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق. الصوره ما طلعتش.